هيئة سجل القوى العاملة تنوه عن توقف استقبال المراجعين بديوان عام الهيئة خلال الفترة المسائية اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية. أدت صاعقة كهربائية ضربت مبنى بلدية إسكي فجر اليوم إلى حدوث حريق وانفجارات متتالية في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وانقطاع التيار الكهربائي، ما أجبرها على توقيف أعمالها كاملة. خلال الحالة الجوية التي تمر بها السلطنة، قامت عدد من الطائرات العمودية التابعة لسلاح الجو السلطاني العماني بنقل مواطنة تعاني من ضيق في التنفس من مستشفى دبا إلى مستشفى خصب. قام مركز الأمن البحري مساء أمس بعملية إخلاء طبي لمريض على متن طاقم سفينة تجارية في بحر العرب قادمة من ميناء بندر عباس في إيران، وذلك على بعد 60 ميلا بحريا شرق ميناء صلالة.